انا صايم دكتور. دكتور ليش ما عم تحكي؟ قلت لك انا صايم. ايه شو بدك اعمل لك يعني؟ بتقول لي صياما مبروكا مقبولا. كمان الصيام بده تهنئة يا اخي، انت صايم الي ولا مشان الله؟ ايه بس المفروض راعي شعوري يا اخي، وما تشرب وتاكل قدامي. ليش حضرتك بتراعي شعور الاخرين حتى انا راعي شعورك؟ ايه علينا، إيه ما شفتك ولا مرة صايم دكتور. لانه المسيح علمنا انه الصوم بيكون بين الانسان وربه، وما في داعي نصوت ونبوق ونفرجي انه نحن صايمين. وغير هيك انت كافر وصومك غير مقبول. فعلا حاكي قليل الاصل ولا تحاكي صايم عند العصر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شو صار فيك؟ ما شفت المنظر دكتور؟ امبلا شفت. ايه ما تحركت الشهوة فيك؟ ايه شو انا حيوان؟ الانسان المحترم بيضبط نفسه سيد اسلام. انا ما فيني دكتور، الله يستر، هذا الشيء ممكن يفسد الصوم. ليش الشهوة بتفسد الصوم؟ لا دكتور، الشهوة والأفكار والتخيلات الجنسية وغير أشياء ما بتفسد الصوم. ايوه، ومن شو خايف لكان؟ لأن الشهوة ممكن تقود لغير شيء. مو انت قلت لي انه الرسول بس كان يشوف مرة وتتحرك شهوته بيفوت على وحدة من نسوانه؟ ايه دكتور، بس خلال الصوم الونسة حرام. اوف اوف، راح تضل شهر كامل بدون ونسة؟ كيف هيك؟ لا مو هيك دكتور، شو بدك تموتني يا أخي؟ لكان شو؟ قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني المعاشرة الجنسية دكتور. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني كل الليل من موعد الإفطار عصرا إلى طلوع الفجر ممكن يتونس الواحد مع حرمته لحد ما يسمع صوت الأذان دكتور، غير هيك لا. سؤالي للجماع في رمضان. نعم. وقت الأذان، وقت الأذان الفجر، وقت أذان الفجر خلصت أنا جماع زوجتي. للعلم أنا في منطقة ريفية ما هي مدنية. نعم، المقصود أنك انتهيت مع نهاية الأذان؟ لا، في وقت الأذان، في وقت أثناء الأذان. نعم، في نصف الأذان. ما عليك بأس إن شاء الله وصومك صحيح. جزاك الله خير. الله يكفر. ما عليك كفارة يا شيخ؟ ما عليك كفارة وصومك صحيح، ليس عليك قضاء ولا شيء، إن شاء الله الله يوفقنا. إيه، وهذا الشيء ما بيكفي سيد إسلام؟ وين حرمك الله من الونسة؟ حرمني بالنهار دكتور. العمى بقلبك فعلا إنك مهووس جنسيا. وإذا عملتها بالنهار شو بيصير؟ هاي من الكبائر وتستلزم الكفارة، اعتاق رغبة، إطعام 60 جوعان أو صيام شهرين. اصبر شوي، ما ضل شيء لموعد الإفطار، صبر ساعتين أحسن من صوم شهرين. لا والله دكتور ما حذرت. ولكن المرأة بتكون مشغولة بتحضير الأكلات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. يلا بخاطرك. حتى بالصيام والتعبد مخه بالجنس وبده هنيه كمان.